بسم الله الرحمن الرحيم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهارده وصفه جميله جدا وسريعه من الوصفات اللي بتتعمل في حله واحده وطعمها تحفه، هي الكبسه السعودي بالفراخ. هنعملها النهارده بالفراخ مش باللحمه. اول حاجه معايا هي الفراخ، هنقطعها على 8 قطع، سواء جايبين فرخه او جايبين وراك زي ما انا جايبه كده. ممكن تستعملوا الفرخه تقطعوها على 8، يعني الصدر على 2 والورك على 2، علشان نضمن ان هي استوت كويس. لو قطعناها على 4 وعملناها على 4 وسويناها على نفس الوضع، ممكن الرز يستوي قبل الفراخ وهتبقى مشكلة. فاحنا هنقطعها على 8 علشان نضمن ان هي تكون استوت خلاص. وممكن تجيبوا وراك زي ما انا جايبة كده وتقطعوها برضو على، انا جايبة 4 وراك ومقطعاها الورك على 2، يعني 8 قطع. ممكن تستعملوا دبابيس بس. بالنسبة للفراخ وغسلها، بلاش نغسل الفراخ بالخل، انا هقول لكم تغسلوها ازاي للبنات اللي لسه مبتدئات في المطبخ. لو انتوا بتحضروا الحاجه من بالليل، هتنقعوها في ميه ودقيق وملح، تمام. هتقوموا الصبح تيجوا تشتغلوا فيها، هتلاقوها نزلت كل الميه الحمراء اللي فيها، وكمان هتبقى سهله جدا في التنظيف، وانتوا بتشيلوا الزلال بتاعها وكده، وهتلاقوها نطفت معاكم بقت زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. لو مش بتحضروا الحاجه من بالليل، فهتنقعوها برضو لمده ربع ساعه نص ساعه على حسب بقى وقتكم، برضو هتنقعوها في الميه والدقيق والملح. وبعد ما تخلصوا هترشوا عليها ليمون وتشطفوها تاني عشان الليمون يشيل لكم اي زفاره موجوده فيها خلاص. يبقى زي ما قلت لكم، بلاش نغسلها بالخل عشان الخل بيهري الانسجه وبيثبت الزفاره بتاعتها، تمام. وهبقى ان شاء الله احاول اعمل لكم فيديو بيشرح غسيل الفراخ عشان يبقى عملي للبنات اللي لسه داخله المطبخ. كمان معايا كوبايتين رز بسمتي، والكميه دي بقى على حسب الاشخاص اللي هتاكل، تمام. معايا كوبايتين غسلاهم ومصفياهم، معايا طماطم مبشوره، وكمان بصل متقطع صغير، جزر مبشور، والصلصه هاخد منها معلقه، ومعايا ثوم، والبهارات بقى ملح وفلفل اسمر وكمون ورشه كزبره ورشه جنزبيل، والبهارات اللي هي صحيحه معايا لومي، ورق لورا، وكمان حبهان، وده عود قرفه، وكمان معايا مرقه الدجاج. دي انا بحب استعمل النوع ده اللي هو البودر ده، بحيث ان هو احلى من المكعبات، وكمان بتحكم في الكمية. انا مش هحط الباكو كله، هحط شوية منه، وفلفل حامي ده اختياري، بس انا مش هاخده كله، مش هاخده كله، هاخد نصه عشان معايا اطفال. كمان معايا الزعفران البودر ده لو مش موجود هنحط كركم او كاري خلاص. ده لو مش موجود هنستبدله بالكركم والكاري، بس انا بدل عندي يبقى هستخدمه، هناخد منه ذرة بسيطة خلاص. دي كل المكونات اللي معايا بتاعة الكبسة. يلا نشوف بقى هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص جبت طاسة اهو، حطيت فيها زيت وحطيتها على النار والزيت سخن. اول حاجة هنعملها ان احنا هندي تشويحة للفراخ عشان الفراخ تاخد لون، عشان لما احطها مع الرز تبقى هي خدت اللون بتاعها، لاننا مش هنحطها في الفرن، فعشان ما تبقاش شكلها مسلوق ما بين الرز وشكلها مش حلو، لازم نديها التشويحة دي خلاص عشان تاخد لون جميل معانا، تمام اهو. وننزلها على الناحية اللي فيها الجلد خلاص. خلاص انا حطيت الفراخ اهو، تمام، وهسيبها بقى تاخد صدمه ولون حلو من الناحيتين، تمام. ما نستعجلش عليها، نخليها تاخد لون دهبي كده كويس. انا هنا حاطه ميه على النار في البراد ده، علشان بعد ما الفراخ تاخد صدمه واشوح الخضار هحط عليها ميه مغليه، تمام.
هي لسه خلاص اهي اخدت لون اهي من خلاص زي ما قلت لكم هي اخدت لون وقلبتها على الوش التاني. هي لازم تاخد لون حلو كده من الوشين. تمام. عايزه اقول لكم برده على حاجه تانية، لما تيجوا تعملوا الكبسه او الوصفه، لما تيجوا تعملوا خطوه الفراخ دي ما تعملهاش في طاسه كده، علشان انا الدنيا اتبهدلت عندي. بس انا عملتها في الطاسه علشان يبقى التصوير باين بالنسبه لكم. خفت احطها في حله، الحله طبعا هتبقى كبيره وهتبقى غويطه، خفت ما يكونش باين فيها قد كده، فعملتها في الطاسه عشان تبقى باينه في التصوير. لكن انتوا لما تيجوا تعملوا ما تعملوش في الطاسه، اعملوا في الحله اللي هتسوي فيها الوصفه على طول خلاص، عشان لان الدنيا اتبهدلت من طشطشه الزيت عندي. تمام. خلاص زي ما انتوا شايفين كده اهي خدت لون من الناحيه دي، وكمان بديها لون من الناحيه الثانيه، عايزاها تبقى كلها نفس اللون، علشان زي ما قلت لكم مش عايزه تبان ان هي مسلوقه في الوصفه، لانها مش هتخش الفرن ولا هتحمر. خلاص هي كده تمام واخدت اللون اللي انا عايزاه. هبتدي بقى ان انا اشيلها من الطاسه. خلاص انا عايزه اوريكم حاجه هنا، شايفين دي مش كل كميه الزيت اللي انا حطاها او الماده الدهنيه اللي انا كنت حطاها. هي الفراخ لما اتحطت هنا نزلت دهون كتير منها. انا المفروض دلوقتي ان انا احط الخضار بتاعي وهشوحه. شايفين كميه الزيت قد ايه او الماده الدهنيه قد ايه؟ طبعا كتير جدا. انا مره كنت عملتها قبل كده وحطيت برده نزلت دهون كتير، وحطيت بقى الخضار بتاعي شوحته، وكمان حطيت الرز طلعت تقيله جدا جدا. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هستغنى عن نص الكميه بتاعت الماده الدهنيه دي، لانها زي ما قلت لكم لو عملتها كده هتطلع تقيله جدا وكانت طعمها مش قد كده. فلما بعد كده فهمت بقى قللت نسبه الدهون دي، لان زي ما قلت لكم الفراخ بتنزل دهون كتير، فقللتها فطلعت مظبوطه جدا معايا. خلاص فانا دلوقتي هقلل كميه الدهون دي، هستغنى عن نصها هرميها طبعا، وهبتدي بقى اشوح الخضار اللي عندي في الكميه اللي هتتبقى معايا هنا. خلاص انا جبت حله اهي على النار، دي بقى الحله اللي هعمل فيها الكبسه. خلاص انا كده خلصت المرحله الاولى وعملت الفراخ وفي الطاسه عشان تبقوا شايفينها زي ما قلت لكم. هنحتاج حله بس تكون حله كبيره شويه، علشان طبعا هي دي كبيره قوي على طبعا كوبايتين رز، بس انا بحب اعملها كده علشان لما اجي اقلب الفراخ ما تتهريش معايا وتبقى الحله صغيره عليها. خلاص دلوقتي الماده الدهنيه اللي انا قلت لكم عليها انا قللتها اهي، شايفين عامله ازاي. تمام. اخدت نصها بس علشان ما تطلعش دسمه جدا معايا. هحط بقى البصل وهديله تشويحه. احنا عايزين نشوحه بس، مش عايزين يعني ياخد لون غامق، شويحه كده بسيطه. انا متعوده لما اجي اعمل الكبسه بعملها في حله كبيره كده زي ما قلت لكم، عشان لما اجي اقلب الفراخ ما الاقيش الفراخ اتهرت معايا وتبقى الحله صغيره عليها. حتى لو عاملة كمية رز صغيرة فبعملها برضو في حلة كبيرة كده. خلاص اهو البصل انا شوحته. تمام. زي ما قلت لكم انا بشوحه بس مش عايزاه ياخد لون غامق. هحط بقى دلوقتي الثوم يا دوب بس يطلع الريحه بتاعته، برده مش عايزه احمره.
والجزر برضو تشريحة بسيطة. طماطم معلقة الصلصة معلقة الصلصة برضو لازم اشوحها كويس جدا زي ما احنا متعودين، زي ما بقول لكم دايما ان هي الصلصة بيبقى فيها مادة حافظة لازم اضيعها بالتشويح ده. هحط بقى دلوقتي البهارات الصحيحة اللي هو القرفة واللومي وورق اللورة والحبهان، وكمان هحط الفلفل الحامي زي ما قلت لكم انا قسمته اهو خدت نص بس، وطبعا اللي مش عايز ما يحطش خالص. اديها بقى تشريحة برضو كده البهارات دي علشان ريحتها تطلع. أكلة سهلة جدا وبسيطة، وهي معمولة في حلة واحدة وسريعة مش بتاخد وقت خالص. خلاص بعد ما كل حاجة اتشوحت هعمل ايه؟ هجيب الكوباية اللي انا معايرة بيها الرز وهحط كوباية كده وربع مية او نص مغلية. ليه بقى انا عملت كده؟ علشان انا عايزة اسوي الفراخ في المية دي. الفراخ لازم تاخد 3/4 سوا قبل ما احط الرز، فهحط لها المية بتاعتها لوحدها، مش هحط مية الرز دلوقتي علشان ابقى متأكدة من مقدار المية بتاع الرز. تمام، ممكن انسى واسيبها تستوي على النار وبعدين هاجي احط الرز الاقي المية بتاعته اقل من المقدار بتاعه، فانا هحط دلوقتي مقدار بتاع الفراخ المية بتاعة الفراخ اللي هتستوي فيها، وبعد كده لما احط الرز هحط له المية بتاعته. خلاص انا هحط بقى الفراخ دلوقتي اهي كده، وشايفين يدوب الحلة على قد الفراخ، يعني كنت ممكن كمان اعملها في حلة اكبر من كده عشان زي ما قلت لكم انا احب اعملها في حلة واسعة علشان لما اجي اقلبها ما تبقاش مهرية. هي كمان كانت عايزة حلة اكبر من كده، انا دايما بعملها في الحلة مقاس 30 اكبر حلة عندي. خلاص اهي هسيبها بقى، ممكن احط لها كمان شوية مية، المية دي حاسة ان هي قليلة شوية عليها، وهسيبها تاخد 3/4 سوا وبعدين ابتدي بقى احط الرز. خلاص اهو الفراخ بتاعتي دخلت في السوا زي ما قلت لكم واتشربت الميه كلها بتاعتها. هعمل بقى ايه؟ هبتدي احط الرز كده. هجيب المج اللي انا عيرت بيه الرز عشان اعير بيه ميه، وهحط ميه مغليه، ولازم تكون ميه مغليه لكل كوبايه رز بسمتي كوبايتين ميه مغليه. انا حاطه كوبايتين رز يبقى هحط 4 كوبايات ميه. خلاص انا حطيت الرز وحطيت الميه الاول وحطيت الرز وحطيت كمان البهارات الملح والفلفل الاسمر والكمون ورشه الكزبره الناشفه، وكمان دلوقتي بقى وحطيت كمان مرقه الدجاج حطيت رشه. دلوقتي بقى هحط سنه الزعفران البودر سنه صغيره كده، ممكن اقل كمان
سنه صغيره جدا، هو بيدي لون جامد لما بيتحط منه اقل حاجه. خلاص ابتدي بقى اقلب كده. تمام، ونظبط الملح بتاعنا ونشوفها، لو هي عايزه ملح نحط ملح، لو مظبوطه يبقى تمام كده. خلاص انا قلبتها، شايفين اللون تحفه اهو، اللون جميل جدا. وبرده لو مش عندكم الزعفران ده ممكن تستعملوا الكركم والكاري، هيدوكوا برده لون حلو. خلاص اهو هغطيها بقى واسيبها تستوي، وبعد ما تستوي ان شاء الله اوريها لكم. بسم الله، خلاص اهي ابتدت تتشرب معايا. هقلبها بقى تمام، وهدي النار خالص عليها. شايفين اللون جميل ازاي؟ انا بس مش عارفه اقلب علشان انا ماسكه الكاميرا بايدي. زي ما قلت لكم هوطي خالص النار عليها. هي كده خلاص اتشربت، هوطي النار خالص عليها جدا واقلبها وهغطيها واسيبها تكمل سوا، ولما تخلص خالص ان شاء الله هوريها لكم. خلاص انا قلبتها اهو كله تمام، وطيت خالص النار عليها. زي ما قلت لكم بقى دي فايده الحله الكبيره، انا عارفه اقلبها براحتي، لو الحله صغيره مش هعرف اقلبها وهتتهرى مني الفراخ خلاص، وكمان الرز كمان هيعجن مني. فزي ما قلت لكم يا ريت تعملوها في حله واسعه شويه علشان تطلع مظبوطه معاكم. خلاص انا وطيت عليها زي ما قلت لكم، وطيت عليها جدا جدا، هسيبها بقى تستوي براحتها. طبعا وضقت الملح بتاعها لقيتها مظبوطه جدا وطعمها تحفه. خلاص هسيبها بقى لحد ما تستوي، وبعد ما تستوي هوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص الكبسه خلصت اهي معايا، شايفين جميله ازاي؟ ريحتها تحفه وطعمها خطير، جميله جدا. الفراخ مستويه سوا كامل زي ما انتم شايفين كده، اهي واضح جدا ان هي مستويه قوي. الرز كمان استوى ولونه تحفه، ريحتها جميله وطعمها اجمل، شايفين عامله ازاي؟ طبعا مش دي كل الكميه اللي انا عملتها، انا بس حاطه على قد الطبق اللي انا حاطه فيه. خلاص لسه كمان عندي شويه في الحله. زي ما قلت لكم الرز البسمتي بيدي كميه كبيره تمام، وكل بقى اسره على حسب الافراد بتاعتها تعملوا على قدكم الكميه اللي انتوا تحبوها. شايفين عامله ازاي؟ زي ما قلت لكم ما خدتش وقت خالص مننا، في حله واحده مفيش مواعين كتير، سريعه وبسيطه وطعمها تحفه. الكبسه السعودي على اصولها جميله جدا جدا، يا رب بقى تجربوها وتقولي ايه رايكم. شايفين حلوه ازاي؟ يا ريت لو الزعفران متوفر تحطوه، بيدي نتيجه حلوه جدا. الزعفران البودر مش غالي، هو زيه وزي اي توابل احنا بنجيبها، وهنلاقيها عند اي عطار موجوده متوفره. خلاص اشوفكم بقى في فيديو تاني ان شاء الله على خير، تجربوا الوصفه وتقولي ايه رايكم. ما تنسوش اللي داخل القناه لاول مره اشتراك وتفعيل الجرس، وما تنسوش بقى دعوه حلوه ليا، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.